في الكرك بدأت لجنة استلام الحبوب باستلام المحاصيل الحقلية المنتجة هناك، وذلك بعد أن تسبب الجفاف الموسم الماضي بضعف إنتاج المحاصيل الحقلية. بعد عام من توقف اللجان المختصة لاستلام الحبوب والمحاصيل في محافظة الكرك نتيجة للجفاف، ها هي اللجان تعود مجددا لمباشرة عملها واستلام المحاصيل. بعد موسم مطري جيد ساهم في نمو المحاصيل. عادت هذه الساحة مجددا تكتظ بالمئات من أكياس القمح والشعير بعد أن خلت جنباتها قبل عام من أي محصول نتيجة للجفاف ورداءة الموسم المطري. نتيجة للموسم المطري المرضي يعني نوعا ما في الكرك وفي إقليم الجنوب بشكل عام، كان عندنا كميات كثير كويسة من الشعير ونوعية جيدة، يعني كمية الشعير أكبر كثير من القمح، يعزى لأنه المزارع بيهتم في أنه يكون عندنا الشعير هو عبارة عن محصول يعني آمن نوعا ما للمزارع، ما بيحتاج كميات أمطار كثيرة ومضمون من ناحية حتى إصابته في دودة الزرع كميته بتكون أقل. السنة المطرية هاي أجتنا فيها شح مطري، نعم صحيح، لكن هي الشتوى الأخيرة هي اللي زبطت الإنتاج مع المزارع، مع أنه الدلم ما سوى الكمية المطلوبة في السنوات الماضية، بحيث أنه في السنوات الماضية كان الدلم يسوي معانا 250 و200 كيلو شعير، لكن السنة يعني الحمد لله رب العالمين تقريبا وصل الدلم 100 لغاية 150. هذه اللجنة والتي تم تشكيلها لعام 2021 لم تستلم سوى 1000 طن، وفي عام 2022 لم تشكل لعدم إنتاج أي نوع من المحاصيل الحقلية في كافة محافظات الجنوب، إلا أن هذا العام حمل معه بشرى الخير بعودة الإنتاج. تم استلام 3000 طن من هذه المواد، مادتي الشعير والقمح، والحمد لله رب العالمين كان هناك تساهل مع المزارعين كونهم خلال العامين السابقين لم يقوموا بإنتاج أي مادة من الشعير والقمح. محافظة الكرك هي الأكثر إنتاجا في مناطق الجنوب، يليها محافظة معان ومن ثم طفيلة، وأقلها العقبة ووادي عربة. يزن الشمائل المملكة، محافظة الكرك. أرحب مباشرة بالناطق باسم وزارة الزراعة سيد لورنس المجالي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد لورنس. سأبدأ معك بالاستراتيجية وسأبدأ معك بما تم تحقيقه والفارق في مسألة تحصيل المحاصيل الحقلية في الجنوب تحديدا، الأسباب وما توافق أيضا من هذه الأسباب مع خطة وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية. مساء الخير زميل عبد الله، شكرا حقيقة الإطلالة على هذا الجانب الإيجابي. كنا نتطلع إلى يعني نتائج أعلى، لكن الحمد لله كانت نظرا للهطولات المطرية التي كانت أعلى من الأعوام الماضية والنسب كانت شيئا ما مرضية لقطاع المحاصيل الحقلية التي تهتم به الحكومة. كما تحدث زميل عبد الله لدينا استراتيجية وخطة وطنية بهذا الشأن، الحكومة تدعم هذا القطاع وتعمل على يعني شراء المنتج من القمح والشعير بثلاث أضعافه عالميا، ثلاث أضعاف سعره عالميا، وذلك لدعم هذا القطاع والتوسع فيه. أيضا منح قروض بدون فائدة خلال العام الماضي وقروض ميسرة خلال هذا العام لمستلزمات الإنتاج الخاصة بقطاع المحاصيل الحقلية، وصولا إلى تقديم البذار المناسبة والمنتخبة من خلال المؤسسة التعاونية وكافة الجهات. هذه الإجراءات كلها كانت لغايات التوسع في هذا القطاع المهم وهذا القطاع ذات القيمة عالية والقطاع الذي يشكل أساس في الأمن الغذائي. كما تحدث زميل عبد الله يعني في الجنوب اليوم حتى صبيحة هذا اليوم الحمد لله في 2046 طن سجلت من الشعير سواء كان الإكثار والبلدي تم استلامها، أيضا 524 طن من القمح بلدي وإكثار تم توريده خلال حتى صبيحة هذا اليوم. يعني كانت النتائج شيئا ما في بعض المناطق حوالي تقريبا 180 كيلو للدنم من القمح وحوالي 230 كيلو للدنم الواحد من الشعير، مقارنة
العام الماضي زميل عبد الله نتحدث عن صفر استلام في العام الماضي، هذا العام يعني إن شاء الله أنه يكون عام خير ويعني إعادة خاصة للشعير كما تحدث وهو جزء من العلف للمواشي زميل لا. عبد الله. طيب الآن مسألة التعميم سيد لورنس فيما يتعلق بالاستراتيجية، ليس فقط نتحدث عن الجنوب، لربما الكرك معانا الطفيلة هي هذه المناطق في مهتمة في المحاصيل الحقلية بشكل أكبر، ولكن الآن مسألة التعميم للاستراتيجية ومسألة محاولة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المحاصيل الحقلية منتشرة أيضا في جميع مناطق المملكة، هل هناك نية للتعميم؟ زميل عبد الله نتحدث عن خطة لها تحديات، والتحدي الأكبر هو تحدي المياه، لذلك يعني مسألة المحاصيل الحقلية يعني هي مدعاة إلى أن يكون هناك دراسة شاملة للأراضي، هناك تطلع إلى كميات الهطول المطري في تلك المناطق، الأخذ بعين الاعتبار يعني دراسة أكثر وأعمق حتى نتوسع في أماكن تصلح لهذه الزراعة، لكن يعني نتطلع إلى ضمن استراتيجيتنا وخطتنا وبشكل معمم على أن يكون هناك التركيز على الزراعات ذات القيمة المضافة الأعلى، القيمة التصديرية الأعلى، الزراعات التي يحتاجها السوق اليوم ونستطيع زراعتها وتستطيع أن تكون كميات المياه مناسبة لها، وأيضا أن يكون عائدها مقابل المياه مناسب ويقارب هذه الكلفة. هذا تداخل ما بين الأمن الغذائي وما بين أمن المخزون، أن يكون ما نستطيع توفيره يقابل ما نستطيع أن نكتفي فيه ذاتيا، وهذه دراسة وخطة وطنية تعمل عليها الوزارة حاليا في أغلب القطاعات، قطاع النباتي. اليوم لدينا يعني بعض إجراءاتنا بالاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل أتت أكلها، سواء كان في البطاطا سواء كان في، اليوم نتوجه إلى الثوم إن شاء الله، نتطلع أنه العام القادم نكون لدينا اكتفاء ذاتي في الثوم، نتطلع أنه في بعض المحاصيل نستطيع أن يكونها قيمة تصديرية وأيضا تلبي حاجتنا، وهذه تخفف من آليات الافتراض وإخراج العملة صعبة وتحقيق الأمن الغذائي أولا وأخيرا. يعني مدير صناعة وتجارة الكرك رئيس لجنة شراء الحبوب تحدث بأنه تم شراء حوالي 2123 طن من القمح والشعير بمختلف الأنواع وبمختلف الأصناف، بالتالي الآن عندما نتحدث عن هذه الكميات من الإنتاج، وزارة الزراعة ما دورها في عملية الشراء، دورها في عملية لربما التخزين والاستخدام بشكل مباشر؟ لا شك زميل عبد الله، هناك يعني لجنة مكونة من طبعا تعمل من خلال وزارة الصناعة والتجارة يرأسها أمين عام وزارة الزراعة، تعمل على استلام هذه الكميات لتوريدها حكوميا، لأنه يتم دفعها من خلال الخزينة، ويتم الإجراء عليها سواء كان تحويلها إلى بذار أو استفادة منها في المنتج المحلي. كما تعلم زميل عبد الله، نحن نستهلك حوالي 1,000,000 طن سنويا، وننتج حوالي تقريبا من 20,000 إلى 25,000 طن سنويا، فما زالت يعني الأرقام متواضعة نظرا لتحدي المياه الأكبر والظروف الجوية والظروف المناخية والتمدد السكاني وعدد من التحديات التي تمنع أحيانا التوسع بهذا القطاع، إلا أن الحكومة ماضية في دعمه والتوسع فيه ودعم هذا القطاع. يعني دور وزارة الزراعة إلى جانب المؤسسات، لأنه هذا نهج حكومي لا شك، التعامل مع المحاصيل الحقلية كمحصول استراتيجي فهي لا شك هي جزء من إجراءات الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة في دعم هذا القطاع والوقوف عليه. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، ناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، شكرا لك.